زيارة في الحركة التقليدية والأجواء مثل ما شايفين في قطار العالم ومشاركين من دول عندنا من عمان من الكويت من تركيا من اليونان ما شاء الله عالم كل مكان جايين ومشاركين عند اليوم الحلوة في الحركة التقليدية والعالم يعرفون على تراث الغدي البحري ومثل ما شايف مشارك أو في مسابقات حلوة مسويتها بعائلة كتارة في الصيد والشبك يعني أشياء الأمور تقليدية لزمان الأجداد الأوليين. مرحبا، مثل ما أنتم شايفين إحنا على محمل فتح الخير وهذا من معلم التراث هنا في قطر، بوم نوع بوم وسفار ويبينا أساسا يعرضون للناس ويستفيدون من المعلومات القديمة اللي اندثرت الحين، بعض مسميات المحامل، بعض مسميات الأشياء القديمة، فلازم في مهرجانات تحيي الموروث الشعبي. فالحمد لله احنا يعني هاي ثاني مهرجان في السنة، في مهرجان سنيار وفي مهرجان المحامل، فكلها تحيي الموروث الشعبي مثل ما تشوفون. وشكرا. خلهم تعال. خلص خلص محمد اطلع من هون. مرحبا الشيخ، اهلا. هاي دول الطواش. طواش عنده مثل ما تقول عنده هذه الميزان وعنده هذه المشاخيل وعنده حاجه بس حق الطواش، مثلا لما يروح السفن على الهير ويغوصون وبعد فتره معينه، طبعا هو عنده مثلا البحاره وعنده الطاقم كامل فيروح لهم على الهير ويدور من لنج لنج، اذا مثلا عندهم حصلوا يشتري من عندهم وبعدين هو يودي يبيعه، مثلا ممكن يودي الهند، ممكن يودي مكان ثاني يبيع، اللي هو يشتري معه ويبيع مكان ثاني بعد. هاي الطواش. حياكم. نعم؟ لا مشاركين ولا قبل كانوا مشاركين، طال عمرك. شيء. هذه دوت الطواش، الطواش هو التاجر لولو اللي يشتري لولو ويبيع مكان ثاني، يسمونه الطواش تاجر لولو. وهذه ادوات مال هاي المشاخيل. يعني الحين يبقى الطواش هو اللي كان سبب في اختلاط الحضارات اللي من الهند وغير الهند. هم كان اول كان المهنه الرئيسيه حق التبادل هاي البضائع اللولو. كان في بندر لنجه. اللي كان اللي من دارين نواخذ من الامارات من البحرين من الدوحه كان يتبادلون هناك التجاره في لنجه. كان هو المهنه الرئيسيه. وبعدين مثل ما تقول بعدين اشتروا من هنا يبعثهم ودونا يبيعنا في الهند. وفي تجار من فرنسا كانوا يهود، يعني كانوا قديم مقيمين في دبي، يشترون بعد نفس الشيء ويبيعوا على بعضهم بعض. زين يبا الحين مهرجان المحامل، لما يجونكم الطلاب من المدارس تقولوا لهم المصطلحات اللي اندثرت شويه، يعني الحين مثلا لو يجيك ولدي مثلا الحين هناك تقول له شنو الدريه، ما يعرف شنو الدريه.
الدريا البحر. وين عاصمة النفاق؟ لا الدريا في نوعين، باب يسمونه باب الدريا اللي هو يعني ايش بس شيء هذا يعني خيالي، ما حد شايفه. ودريا انا سمعنا عنه بس ما شفته. هاي ما حد والدريا